قال: والله يا جابر، ما كلم الله أحدا قبل أباك إلا من وراء حجاب، وقد كلمه كفاحا وقال له: تمنى يا عبدي. قال: يا رب، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل. قال: يا عبدي، قد كتبت أنهم إليها لا يرجعون فتمن. هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وجابر صحابي وأبوه صحابي، أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، استشهد في غزوة أحد. وقال جابر في قصة استشهاد والده: قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا منكسرا. قال: يا جابر، ما لي أراك حزينا؟ قال: قلت: يا رسول الله، مات أبي، قتل يوم أحد، وترك لي 7 من البنات ودين كبير. فقال لي: يا جابر، ألا أخبرك بما لقي الله به أباك؟ أن هل تريد أن تعرف كيف لقي الله جل جلاله والدك بعد وفاته؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: والله يا جابر، ما كلم الله أحدا قبل أباك إلا من وراء حجاب، وقد كلمه كفاحا وقال له: تمنى يا عبدي. قال: يا رب، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل. قال: يا عبدي، قد كتبت أنهم إليها لا يرجعون فتمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. يبشره بهذه المنزلة ليزيل عنه ما لحقه من ذلك الألم بفقد أبيه.